اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده بقى جبت لكم النوعين اللي هم بتوع النباتات بعد ما كبروا، بعد ما فات عليهم 4 اسابيع، وهنشوف حصل فيه ايه. بصوا، طبعا انتوا فاكرين ان النباتات دول اكلات اللحوم اللي هو بتغذوا على الحيوانات وبتغذوا على نوع من الفراشات. اول نوع معايا ده اللي هو صائد الذباب اللي هو اللي على الشمال، واللي على اليمين ده برضو ايه نوع تاني من النبات اللي بتاكل الحيوانات والايه والحشرات الصغيرة وكده. بصوا، بعد 4 اسابيع بقى شكلهم اتغير ازاي. دلوقتي اول واحد معايا الناحية اليمين، بصوا فيه ابتدى ان هو يزرع، ينبت كده ايه في نباتات صغيرة لونها اخضر، لو انتوا شايفين شكله حلو جدا، والطينة لونها بني خصبة كده زي ما انتوا شايفين. لكن النبات التاني بتاع الايه بتاع الدبان، بصوا ما اللي بيصطاد الدبان ده، بصوا ما فيش اي حاجة فيه زرعات، علشان هو تقريبا بيطلع كمان بعد قد ايه 6 اسابيع ابتدي بقى ان البذور بتاعته تنبت. لكن الاولاني ده بصوا نبت بعد 4 اسابيع على طول ازاي، انا معجبه بيهم قوي، شكلهم فعلا نباتات حلو قوي. يعني وبحب اصلا انا ازرع النباتات، فعلا تجربه حلوه جدا من كوزموس. وهنشوف بقى ايه بعد لما كبروا هيقدروا ان هم بقى يصطادوا الحيوانات والدبان ازاي زي ما مرسوم على الصوره اللي ورا. اتمنى اصحابي يكون الفيديو الفصيح ده عجبكم، تابعونا بقى على قناه العاب الاطفال علشان نجيب لكم كل شويه ايه بيحصل ايه بقى في النباتات دي، بتكبر ازاي وبناخد بالنا منها ازاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، بليز ما تنسوش ان تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. باي باي.